لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا محمد نور من ريف الرقة. مرحبا بك محمد، تفاصيل أكثر عن التطورات في الحسكة والقامشلي بعد هذا الاتفاق. نعم، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. فعليا توصلت قوات سوريا الديمقراطية وأيضا قوات النظام برعاية روسية إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة الحصار المتبادل من كلا الطرفين. فعليا قوات كانت قد حاصرت المربعات الأمنية لقوات النظام في مدينتي القامشلي والحسكة منذ أسبوعين. سبقها أيضا حصار قوات النظام لمناطق في ريف حلب الشمالي وفي مدينة حلب تحديدا أيضا في حي الأشرفية والشيخ مقصود الذي يخضع لسيطرة قسد، ومنطقة الشهباء التي احتلتها سابقا قوات قسد في ريف حلب الشمالي وهي تعد قرابة 40 قرية، منها ترفعت ومنغ وغيرها. طبعا قوات النظام سابقا قد منعت دخول المواد التموينية والاستهلاكية إلى هذه المناطق، ردت قسد أيضا بأيضا حصار هذه المربعات الأمنية. طبعا خلال أسبوعين شهدنا توترات كثيرة من قبل قوات النظام وقوات قسد في مدينة الحسكة والقامشلي، كان أبرزها عندما أول أمس عندما قتل أحد عناصر قوات النظام في مدينة الحسكة، وأول وبالأمس أيضا اقتحم موالون للنظام أيضا القاعدة الروسية في مطار القامشلي. نعم محمد، ما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق يقضي بإنهاء حالة الحصار من كلا الجانبين على منطقة الشهبة وأيضا على مناطق النظام في مدينة الحسكة وترفعت، ودخول أيضا في الحسكة والقامشلي دخول المواد التموينية، وأيضا استمرار هنالك بنود خفية فعليا في هذا الاتفاق، وهو استمرار توريد النفط أيضا لقوات النظام عن طريق شركة القاطرجي. طبعا سابقا عندما أرادت قسد إيصال أيضا النفط ومشتقاته إلى منطقة الشهباء كانت قوات النظام تستفزها في منطقة منبج على أحد حواجز منبج، كان هنالك اتفاق يقضي مقابل كل خزان وقود يدخل إلى هذه المنطقة تريد قوات النظام الحصول على أيضا تهريج آخر مجاني مقابل لدخول هذه المناطق، ولكن فعليا المصلحة والمنفعة متبادلة بين قوات قسد وأيضا قوات النظام. لعل أبرز هذا بنود الاتفاق الخفية هو استمرار وصول أيضا النفط إلى مناطق النظام عبر مناطق سيطرة قسد. النظام في حالة عزلة يريد النفط من مناطق قسد، وأيضا قسد تعم بالفائدة عليها من خلال الأموال من النفط ومشتقاته على هذه المنطقة. فعليا حتى الآن هذا الاتفاق مبدئي، القوات الروسية ستراقب سير هذا الاتفاق في الحسكة والقامشلي بالإضافة إلى منطقة ترفعت حتى هذه اللحظة. نعم محمد، وكيف هي ردود الأفعال المحلية على هذا الاتفاق؟ حتى الآن ردود الأفعال بالنسبة للموالون لقوات النظام في مدينة الحسكة، طبعا دخلت عدة مواد إغاثية وأيضا تموينية إلى هذه المنطقة، رد فعل إيجابي فعليا بعد إنهاء حالة هذا الحصار أيضا، ولكن في منطقة الرفعت والشيخ مقصود هذه المناطق التي تخضع لسيطرة قوات قسد فعليا حتى الآن لم يدخلها سوى أي شاحنتين إلى هذه المنطقة. لا ندري فعليا متى سيستمر هذا الاتفاق، ربما قوات النظام أو قوات قسد ستخلف في هذا الاتفاق، ولكن حتى الآن تبدو الأمور جيدة. رد فعل بالنسبة للأهالي الآن يطالبون في مدينة رفعت بضرورة الإسراع بدخول أيضا النفط ومشتقاته، على اعتبار أن هذه المنطقة كانت محروبة من قبل قوات النظام لأكثر من شهر في هذه المنطقة، وأيضا ضرورة إدخال المواد التموينية لها. نعم، أشكرك مراسل تلفزيون سوريا من ريف الرقة محمد نور، شكرا جزيلا لك.